نهار جديد وفلوق جديد. دخلت معكم لهنا لجيفي وبغيت نصور لكم شني كاين في جيفي. جيفي كيفاش كتعرفوها هي رخيصة، كانت هنا في فرنسا. جيفي والطاطي وبابو هما اللي لونسيان، هما اللي كيعرفوا، هما اللي كانوا رخاصين هنا في فرنسا قبل ما تدخل هاد الاشياء الشينوا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنىكم البنات تكونوا في صحة جيدة وتكونوا منورين، ويعطيكم الله ما تمنيتوا في الحياة الدنيا والآخرة. وإن شاء الله الفيديو ممتع البنات، غير تبعوا الفيديو حتى الآخر، الفيديو فيها بزاف الأشياء والأشياء رخيصة كتكون في جيفي، بعض الأشياء كتكون رخيصة ولا كاليتي ديالها زوينة. وشكرا على الحسن المتابعة، وإلا عجبكم الفيديو كيفاش كنقول لكم ما تنساوش ديك اللايك وديك البارطاج فضلا وليس أمرا. واللي باقي ما اشتركش في القناة يشترك بيجي أي جديد ديالي. ومرحبا بكم الناس اللي دخلوا جداد القناة، مرحبا بهم وألف مرحبا بو. واللونسيان عزيزين وغاليين البنات، بحال دائما دائما في القلب ودائما عزيزين وغاليين. وإلى الفيديو القديم إن شاء الله، وكانت كيفاش كنعرفوا جيفي دائما فيها لا موزيك، باش نخليكم غير لا موزيك د استديو. وإلى الفيديو القديم إن شاء الله، شكرا على الحسن المتابعة.